أخشى أن نصل خلال أيام معدودة إلى فقدان السيطرة على الوباء. الوباء أصبح مخيف وينتشر في كل المناطق وفي كل المديريات، بل أستطيع أن أقول في كل المربعات السكانية. وهنا لا يقتصر الدور على قطاع الصحة، الكل يرمي العبء على القطاع الصحي، ليس القطاع الصحي المسؤول وحده عن وقاية الوباء. نحن الآن وصلنا إلى مرحلة القطاع الصحي يقدم كل ما أتيح له من إمكانيات. أنا الآن قادم من مركز العزل العلاجي، كل أسرة العزل العلاجي ملآنة بالمرضى، لا أجد سرير لإرقاد بقية الحالات. نشد السلطة المحلية ومنظمة الصحة العالمية لفتح مراكز عزل إضافية داخل المحافظة. الحالات الآن في تزايد، هنالك استهتار من قبل المواطنين باستخدام وسائل الوقاية. نناشد جميع المواطنين، نناشد المثقفين، الإعلاميين، خطباء المساجد بتوعية المجتمع بخطورة هذا المرض وأخذ الإجراءات الاحترازية لكي نحافظ على المواطنين. يلا يلا حجام برضه.